مسمى مصطفى السرداوي انذاك بيعازم من عامل عماره تقريب بن سليمان الذي كان هو محمد معسريه، وبالتالي بدات اطماع هذه الطبقه السائده النافذه الامبراطوريه تتسلل الى ارض ابراهيم البوذا، تم اسقاط الحقيقي ظلما ودون اخباره، ليكتشف فيما بعد انه تم اسقاط الحقيقي، وظل يستفيد من هذه الارض ويستغلها الى ان توفي سنه 1996. بعد ذلك ظلت عائلته ارملته وابناؤه وبناته يستغلونها، بمعنى ان الاستغلال كان مستمرا منذ 72 الى يومنا هذا. ليفاجأ سنه 2009 بان المدير محمد هادي قام ظلما وفي خفيه بتوقيع على محضر تمكين المسمى عصام الرجراجي على الورق بدون احترام اللجنه الاقليميه المكلفه بالاراضي المسترجعه، والتي حسب ظاهر 1972 يتراسها عامل عمل تقليم سليمان وخاصه الفصل السابع منه. بمعنى ان هذاك الشخص وكان شكايه لموظفه المديريه الاقليميه للفلاحه كانت تشتغل معه بالاراضي المسترجعه. شكايه وضعت لدى الوكيل العام لمحكمه استلاب الدار البيضاء كتقول بان البقعه رقم 2 اللي هي ديال ولد ابراهيم ودبوده راه تم ترسيب سير على الورق بمقابل رشوه. ودابا كون دعاو شي واحد دعا ولاد بوذاك وراه جا دار مية والبوليس وكل شيء جا، ولكن حيت هذا مدير متهم بالرشوه حسب موظفه وثائق رسميه فهو الان تم ترقيته الى مفتش عام. وفهمت السلطه السيد عوض ما يمشي الحبس عطاو مفتش عام باش يفتش هو هنا خاصو تفتيش هنا هادشي اللي درنا في بن سليمان 2009 حنا كفرع بن سليمان الجمعيه المغربيه الانسان ما قالنا كنعرفوش ولاد بوذا درنا مراسله حطينا ليه هنا انا اللي حطيته باسم فرع بن سليمان الجمعيه المغربيه الانسان وراه كاينه نسخه منها قلنا له ودي شنو هي المعايير اللي اعتمدتي عليها باش عطيتي هاد البقاع كانت هاد البقاع من البقعة رقم 2 اللي هي ديال ابراهيم دبوزة اش دار هو؟ عيط لي التليفون قال لي جي عندي قال لي لا حنا ما كنجيوش عندكم كتبت لك مراسلة رسمية جاوبني كتابة ورسميا علاش بغا يمشي عندو راك ما عارفين من تما وحنا كنتقاتلو باش هاد الأرض ترجع لموالها دوزو الناس الحبس عليها خداو الرخصة ديال البير جاوب عند المدير دابا هذا راه مدير شكلي حاطو هذاك المدير الهادي هو اللي حاط راه باغي كيحكم دابا في الديبية بشهادة موظفة مؤخرا قالتها واحد الفلاح قالت لي حنا راه باقي خدامة بالقوانين ديال محمد الهادي واش محمد الهادي ولا برلمان ولا مشرع كيدير القوانين إذا هنا كيتبين بأن هذا الملف مطبوخ هذا الملف بني على زور وبني على باطل هاد الناس هما اللي كيديروا الفوضى ماشي المواطن اللي كيخرج مواطن كيحتاج يقول لي واش كدير الحرضه واش عاد تشوف علاش خرج هذا المواطن عائله مكونه من حوالي 60 شخص باغيين يشردوها باش يرضيو واحد باه كان شيخ ديال القبيله باه كان ديكتاتوري باه كان برجوازي داو كاع البقع اللي كاينه في المنصوريه وبغاو يتراموا على هذه الارض. من هذا المنبر نحن نقول بان هذا السيد المدير الشكلي راه دابا مؤخرا نهار 7 غد يناير الحالي ارسل واحد المراسله للمدير مندوب الاملاك المخزنيه المحمديه كيقول ليه وسوي مع السيده الوضعيه ومن 2009 وحنا كنجريو ما عمر شي واحد دارها حتى دار هذا السيد هذا بعدا ما عادوش حق يدير القضيه علاش؟ لان المسؤول على الاراضي المسترجعه طبقا دار 1972 والتعديلات اللي دخلت عليه وهو عامل عماله الاقليم هو رئيس اللجنه كان عليه حيل الملف على عامل اقليم وعامل اقليم يجي بالجنة ويبت هذيك الوثائق اللي كيدعيو بها بانه بغي يملكوا بها الا كانت صحيحه مرحبا كانت مزوره اللي زور خاص يمشي للحبس وماشي مواطن 15 بيضه لواحد البرلماني اعتقلوها هذا اللي بغى يخون البلاد وكامله وشرد فلاحه شرد عائلات وباعوا الاراضي والبقاع وبالعشرات وكاين الاراضي اللي باعوها في المنصوريه على البحر هكتار واحد كيدير 2 ملايير ديال السنتيم هاد الناس هما اللي خاصهم يمشيو للحبس ماشي هذيك اللي 15 بيضه اذا هنا كنقولوا للعامل الاقليمي بن سليمان وقف لنا هاد المهزله
هاد المزالة خاصها توقف دابا وغتفتح لنا تحقيق هاد الوثائق وهاد المدير اللي تجاوزك خاصو يتحاسب. ما غندويوش حنا على الشفرة ديال الزيتون والشفرة ديال هضمة الرمان والشفرة ديال سمير العجول، حنا ندويو على هاد الأراضي وعلى الأرض ديال مدبودة بالضبط. شي لاخر غنجيو ليه وغنفضحو. وهذاك الهادي إلا كانت الدولة دولة راه خاصو ما يكونش مفتش عام، وهو مفتش من عنه من طرف الشعب، مفتش من عنه من طرف القضاء. وجات جاء خنوش وعطاه مفتش عام. السيد الملايير نهبة الأراضي ها المشاكل اللي خلى اش غيفتش؟ إذن كفى من العبات. ونحن في الجمعية المغربية حق إنسان سنستمر في النضال مع عائلة إبراهيم ودبودة حتى أخذي حقيا. ملي جاو داروا البير جاو عدو قال لي حنا راه بغينا نستافدوا من الدعم. قال لهم لا. علاش قال لهم لا؟ هنا تعرفوا بان النيه ديال باغي يفوتوا الولاد الرجراجي مبيته كاينه في الدراسه داكشي. قالوا لا الرجراجي يدير دعوه. شا دار دعوه في المحكمه الاداريه على والو ما بينا على حتى حاجه. ما داروش هما المحامين ديالو. المديريه عندها محامي ديالها، املاك المخزنيه عندها محامي ديالها، العماله عندها محامي ديالها. علاش ما طرافعوش وقدموا مذكرات للطعن في هذيك الدعوه اللي دار هذا الرجراجي بالمحامي ديالو في المحكمه الاداريه؟ هنا كاين تواطؤ وداك الشيء مطبوخ مصور معاود. هذه كان بن سليمان ومشى في 2010 مشى مدير جهوي ورجع للضبانه في 2015 جداد خاصو يحيد المشاكل اللي خلى من بينهم الارض اللي شاد فيها الرشوه حسب موظفه وكان حسب شكايه رسميه راه الشوا قبيله عند وكيل العام. اذا وقال لهم ما غاديش تاخذوا الدعم لا حق انا غنشوف لكم واحد الطرق ديالي خاصه. انت اش كتخربق؟ الناس عندنا استافدوا وما عندهمش الارض وداو الملايير وكاين واحد في مزنيقه وعطاه هاد الهادي مليار مزنيقه مش وكلشي مزور. اذا بحثوا في هاد الملف هذا هادي خاصو يمشي للحبس. والشهاده الاداريه كيقول عندي شهاده اداريه، الشهاده الاداريه ما كاينش والو. شكون عطاه شهاده اداريه؟ هاد الرجراجي. واش هذا اداريه مزوره؟ واش عطاني شي واحد خاص يمشي للحبس؟ اذا هاد المسائل كلها خاصنا نوقفوا عليها. وهاد المحطات جوج ديال العماله ودابا قدام الفلاحه راه بدايه. باقى محطه اخرى قدام مندوبيه املاك المخزنيه المحمديه وباقي المشكلات في الرباط وحوايج اخرى ما غنقولوهاش. وكنشكركم وتحيه لكم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.